الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة على قناة المحور. زي ما متعودين بانوراما وإطلالة على أبرز القضايا المحلية وأبرز القضايا الدولية اللي بتؤثر على المشهد المصري، ومجموعة متنوعة من الملفات، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي منها ما هو رياضي أو طبي حسب يعني الأجندة اللي بتفرض نفسها من الأحداث. هرحب في البداية بزميلي حسام، أهلا وسهلا بكم. مساء الخير. مساء الخير هبة، أهلا بك وأهلا بكل السادة المشاهدين. حلقة جديدة من 90 دقيقة، وزي ما قالت هبة بانوراما مختلفة ومتنوعة. عندنا مجموعة من الملفات المهمة وتفاصيل اللي منها بطبيعة الحال هيكون أولها هو زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ولقائه بالرئيس السيسي، وده طبعا بعد اسبوع من لقائه بنظيره الامريكي جو بايدن، وهنتكلم في دلالات ده ومعناه وفي تاثير هذا اللقاء في طوء المعطيات الدوليه ايضا والحركات اللي بتتم ايضا على الصعيد الدبلوماسي عالميا، سواء لمحاصره الجانب الروسي او الرد الروسي ايضا فيما يتعلق بالازمه الروسيه الاوكرانيه، ودور مصر بقى هنا المحوري وايضا ثقلها في تنويع مصادر علاقتها المختلفه، وهنتكلم ده ايضا بالتفصيل بعد شويه. ده حقيقي حسام، خصوصا ان العشر ايام اللي فاتوا يمكن كان فيهم نشاط رئاسي مكثف، وفي المحصله بنتكلم عن 168 ساعه من اللقاءات والمشاورات والمباحثات اللي اجراها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قاده ورؤساء وزعماء من اقطاب مختلفه الحقيقه في العالم. بدات بالقمه اللي حصلت في جده، قمه الامن والتنميه، واللقاء اللي حصل مع الرئيس الامريكي جو بايدن في ظل ظروف صعبة وأزمة عالمية بتخيم على العالم، لقاء مهم جدا ويعني كان من ضمن اللقاءات المفصلية لو جاز التعبير. ثم تلا لقاءات ومشاورات ثنائية في ألمانيا مع المستشار الألماني، مع عدد من يعني المسؤولين الألمان في مجالات مختلفة، منها المناخ ومنها ما يتعلق أيضا بالأزمة الروسية الأوكرانية وما هو اقتصادي وما هو تجاري. انتقل الرئيس من ألمانيا إلى صربيا، وهناك كمان كان في مجموعة من اللقاءات مع الرئيس الصربي في بلغراد ومجموعة من المسؤولين وزعيم البرلمان ولفيف من يعني المسؤولين الصرب. ثم بعدها كان في قمة فرنسية مصرية غاية في الأهمية في قصر الإليزي، أيضا بنتكلم عن دولة محورية في المشهد الدولي، أمريكا ألمانيا فرنسا، والنهاردة زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. بالتأكيد ده لا ينفصل عن المشهد الدولي ولا نقدر نفصله عن التطورات الدولية، واللي يمكن من أبرزها يا حسين مسألة يعني الانفراجة اللي حصل النهاردة في تصدير الحبوب والاتفاق الروسي الأوكراني، وبدء ما يمكن أن نصفه بتحسن بسيط في الأحوال الاقتصادية نتيجة لهذا الاتفاق. الحقيقة هو هنا بيبان بقى الدور المصري القوي والمؤثر وعلاقاتنا التاريخية والممتدة والمتوازنة، لأنه احنا طبعا كان في لو تابعتوا محركة في اتفاقية أوروبية لمحاولة فتح البحر الأسود تاني لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن أوروبا يعني بتنتبه الشك وحالة من عدم اليقين لسه، طبعا بتكلم المعسكر الغربي فيما يتعلق بتوريد الحبوب وفتح طبعا الصادرات الأوكرانية. لكن هنا روسيا بتتعهد لمصر باستمرار أيضا تدفق السلع المختلفة سواء كانت الأوكرانية أو الروسية، وأعتقد ده ممكن ينسحب بشكل كبير جدا في القريب العاجل على السعر، كمان سعر الصفقات وسعر التوريد وفعلا وغيره. بدأ يبقى في تراجعات في الأمن يعني بالضبط عالميا، بدأنا نشوف بعض يعني الانفراجة، إن شاء الله تستمر هذه الانفراجة. وهنتوقف كمان عند هذه الزيارة لأنه كمان كان في تصريحات للرئيس السيسي متعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية وتأكيده على أهمية الحل الدبلوماسي، وهنا يعني بنرصد طبعا بعد ما ذكرتيه انت من الرحله الطويله او المحطات المختلفه بما فيهم حتى صربيا كان فيها لمحه كده من اعاده احياء عدم الانحياز، يعني كان الرئيس تكلم عن فكره تيتو وايضا الرئيس اليوغوسلافي السابق وتقديرنا ليه، وكانت زياره تاريخيه كمان لصربيا من 25 سنه. فهنا مصر بتؤكد انه احنا بنراعي أولا مصالحنا، لا ننجرف مع أي شق على حساب الآخر، لدينا دائما توازناتنا في العلاقات. انتهى عصر الإملاءات، مصر تفكر فقط في مصالحها الشخصية، ومن يحترمنا بنحترمه ومن ندعمنا بندعمه. هي دي ملامح الاستراتيجية دائما الرئيس السيسي بيتكلم فيها، والدولة المصرية حريصة على تطبيقها
الآن منذ 8 سنوات أو أكثر. وده هيكون موضوع فقرتنا النهاردة تحديدا في الجزء الثاني من الحلقة. هيكون معنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وهنتكلم بالتفصيل عن ملامح هذه السياسة الخارجية المصرية، الدور اللي بتلعبه مصر في المشهد الدولي وفي الأزمات الدولية، والتوازنات اللي بتحصل وزيادة مساحة التوافقات المصرية الدولية، سواء كانت مصرية أمريكية أو مصرية روسية أو مصرية أوروبية. وده مسألة مهمة جدا في المشهد أو في القراءة الإجمالية للمشهد. ده في الفقرة الأساسية، لكن طبعا زي ما عودنا حضراتكم دايما بيكون معنا يعني أخبار ومتابعات لقضايا مختلفة، ويمكن من ضمنها كمان الموضوع اللي فتحناه امبارح المتعلق بوقعة ضرب أحد الأطفال في حضانة في اسكندرية. النهاردة هنتابع المسألة دي لأنه حصل فيها إجراءات بعد ما 90 دقيقة فتح الملف دوت وطرق عليه بشدة وتابع هذه المسألة ويعني تحرى عن جوانبها المختلفة. النهاردة في إجراءات بالفعل رادعة تمت، هنتابع المسألة دي ونشوف بقى إيه اللي حصل النهاردة بالتفصيل في الموضوع ده يا حسين. عندنا تحركات أمنية وتحركات أيضا من وزارة التضامن، تم توقيف يعني بشكل مبدئي ايضا من تورطوا في الفيديو، وعوزر التضامن كمان هنفهم هي هتعمل ايه مع الدار، لانه ايضا في بعض المعلومات اللي اتضحت او تكشفت بعد تحقيقهم. نشكرهم طبعا على تعاونهم معنا. طيب نبدأ بقى النهارده. هنبدأ بأول أخبارنا والمتعلق باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اللي أكد خلال الزيارة نقل رسالة شخصية من الرئيس بوتين للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها الشراكة الممتدة بين روسيا ومصر. كمان الرئيس السيسي شدد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة، وأكد دعم مصر لكافة المساعي اللي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية من جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف. ومرة تانية هنا يعني برضو هبة، كان في بعض التقارير الأجنبية بتشير إلى محاولات أو ضغوطات يعني بعض السفارات قبل هذه السفارة على جانب مصر، لكن زي ما قلنا مصر لا تكترث الآن إلا لمصالحها وعلاقاتها المتوازنة وسياستها ومحدداتها الخارجية اللي ما بتجيش على حد على حساب الآخر. خلينا نروح مع حضراتكم لتقرير أيضا الرئاسة عن هذه الزيارة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، والسيد جورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، والسيد ماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية، كما حضره السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد لافروف نقل للسيد الرئيس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى السيد الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً. كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى السيد الرئيس فلاديمير بوتين مثمناً سيادته مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات. أضاف المتحدث الرسمي بأن السيد لافروف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة،
مؤكدا سيادته دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف. اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات. أيضا كان في يعني مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية البلدين، أكد خلاله وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أنه أجرى حوار بناء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعرب عن رضا عن مستوى العلاقات بين مصر وروسيا الاتحادية، وأشار إلى أنه العلاقات بتتقدم بشكل كبير بين القاهرة وموسكو، وأوضح أنه هناك اتفاق حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية. كمان وزير خارجية روسيا أشار إلى أن مصر أكدت على ضرورة الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وأكدت أن موسكو بيهمها في المقام الأول توفير الحقوق القانونية للشعوب الروسية في هذه المنطقة وضمان الأمن. خلونا نستمع أيضا جزء. لقد زرت مصر وعلى رأس وفد تم استقباله من السيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية، وقد قمنا بإجراء حوار بناء ومفاوضات بناءة في مصر، ونحن نعبر عن رضانا عن مستوى العلاقات الصداقة بين مصر وروسيا الاتحادية التي تتقدم وتتطور بشكل كبير، بما في ذلك الحوار البناء الذي يتم على خلفية توقيع اتفاق الشراكة الكاملة في سوتشي بين مصر وروسيا الاتحادية في العام الماضي. دخل هذا الاتفاق وتلك الاتفاقية حيز النفاذ. لدينا اتفاقات رئيسية حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وكان هناك اتفاق مع السيد الرئيس. لقد تبادلنا أطراف الحديث اليوم حول الموقف المصري والروسي. هناك تطور بناء في العلاقات المصرية الروسية. لقد أشرنا إلى أن هناك مفاوضات في كان هناك منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي التي كانت مصر دولة الشرف فيه، وقام الرئيس بنقل كلمة متلفزة على في إطار هذا المنتدى. لقد تم زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4 مليارات دولارات، وهو زيادة تقدر ب5% مقارنة بالسنوات الماضية. هناك تفاهم مشترك حول المشروعات الرئيسية التي تستطيع أن تقفز بهذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة في العلاقات المصرية الروسية. أود أيضا أن أشير إلى أن اللجنة المشتركة الحكومية في التعاون الفني التي سوف تعقد في مصر في القاهرة قريبا، نحن قمنا بالإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة كي نتخذ كافة الإجراءات التي تسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا وزيادتها في كافة المجالات. معي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف. أستاذ جمال، أهلا وسهلا بك في 90 دقيقة. قراءتك لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقاهرة وما خرج عن هذا المؤتمر الصحفي من أبرز الرسائل. تحياتي لحضراتكم ولكل سادة المشاهدين. يمكن زيارة وزير الخارجية الروسي للقاهرة بشكل عام بتؤكد أن القاهرة بالفعل هي عاصمة الاتزان السياسي إقليميا، وأنها تستطيع أيضا أن تكون محور الاتزان السياسي فيما يتعلق في العلاقات الإقليمية والدولية، خاصة أن هذه الزيارة حتى بالإضافة إلى تطوير ودفع العلاقات الثنائية هي لها بعد عربي وإفريقي في غاية الأهمية. أما على صعيد العلاقات الثنائية في الحقيقة فظهر اليوم مدى حرص الجانب الروسي فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية بالتحديد ودفعها قدما للأمام، ورأينا السيد لافروف يتحدث اليوم عن زيادة
التبادل التجاري الذي وصل إلى 4 مليارات من الدولارات، وأيضا تحدث عن مشروع الضبعة ومحور تنمية قناة السويس في المنطقة الصناعية الروسية طبعا هناك، وغيرها من المشروعات. وأيضا هذا الإطار ظهر في اللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر جليا فكرة الدافع للعلاقات الاقتصادية نحو آفاق أرحب. وأيضا على الشق السياسي ظهر التفاهم الملحوظ ما بين القاهرة وموسكو في الكثير من القضايا العربية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أما على صعيد طبعا القضية الليبية أيضا يعني كان في إشارة واضحة وما يتعلق طبعا بالأزمة الروسية الإقليمية، الرؤية المصرية واضحة، مصر تدعم الحلول الدبلوماسية، وهذا أيضا اتضح في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر داعمة للمسارات الدبلوماسية لتسوية هذه الأزمات، خاصة أن هذه الأزمة العالمية الآن أصبحت يعني بتضاعف من تبعات الأزمة الغذائية وأمن الطاقة وغيرها من الأزمات التي يواجهها يعني كل شعوب العالم. الجميع الآن يواجه تداعيات هذا الصدام الدولي إنجاز التعديل، ومن ثم أعتقد أن التهدئة في صالح الجميع. على الشق الآخر إذا رأينا الجزء الآخر من زيارة لافروف، سوف نجد أيضا لافروف يعني قرر أن ينطلق إلى دولة أفريقية من القاهرة، وربما هو كتب مقالا قبل هذه الزيارة بيؤكد على أهمية الموقف الأفريقي حيال الأزمات الدولية، وإن الموقف الأفريقي الحيادي أمر جيد جدا، وبيتفهم الشواغل الأفريقية المتعلقة بالأمن الغذائي. وفي الحقيقة هذه رسائل طمأنة يجب أيضا أن تتحول إلى حراك فيما يتعلق بتأمين مصادر الأمن الغذائي. أيضا الرسالة الأخرى للمنطقة العربية رأيناها مهمة جدا من في خطاب لافروف في جامعة الدول العربية. يمكن هنا أيضا يجب أن نشير أن المجتمع العربي منذ بداية هذه الأزمة اتخذ موقف في غاية الحيادية، الحياد الإيجابي بجزء التعبير، الحياد الذي يدعم الحلول السياسية لتسوية الصراعات ولا ينخرط في الصراعات. وبالتالي هذا الموقف في الحقيقة كان موقفا جيدا للغاية، ولافروف أثنى عليه اليوم في جماعة الدول العربية أثناء حديثه، وأيضا أعرب عن تفهمه للشواغل العربية متعلقة بأمن الطاقة وأمن الغذاء. إذن روسيا اليوم ترسل رسائل لأفريقيا وللمنطقة العربية من القاهرة، أعتقد أن هي كانت رسائل في غاية الأهمية، سواء كانت على صعيد خاصة أنه هينطلق لأفريقيا كمان بعد يعني هيروح زيارة أوغندا وإثيوبيا، وأعتقد أنه كانت البداية من مصر يعني، فهو سعيه أيضا للتكوين الرأي عام أفريقي مناسب في موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية. بالتأكيد، وزي ما حضرتك تفضلت وذكرت فكرة أنه يبدأ الزيارة أو الدولة الأفريقية من القاهرة، فده تأكيد على مكانة القاهرة أفريقيا، وأن الجولة سوف تحظى بالزخم المطلوب حينما تنطلق من القاهرة. وبالتأكيد القاهرة أحد العواصم الأفريقية المهمة في صناعة القرار الأفريقي، والاختيار الروسي أعتقد أنه هو اختيار في محله. أيضا أعتقد أن المجتمع الأفريقي عليه أيضا أن يكون رؤية، وهي الحقيقة أصبحت متضحة الآن، لأن المجتمع الأفريقي حتى الآن لم ينجذب لأي تجاذبات سياسية يعني في هذا الصراع الدولي، وهذا جيد للغاية. علينا كمجتمعات أفريقية أن نحافظ على هذا أيضا التوازن الأفريقي، ونبحث فقط عن المصالح الأفريقية، نبحث فقط عن مصالح الشعوب الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بأمن الغذاء وأمن الطاقة وأمن الملاحة وغيرها من مصالح أفريقية. نحن الآن في حاجة للتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والحفاظ على التوازن الدولي في علاقاتنا حتى نحافظ على هذه المصالح ونحصل عليها، لأن العالم كله الآن يعني بتموج به أزمات طاحنة. يجب علينا كمجتمعات أفريقية أو مجتمعات عربية أن نحافظ على التدني السياسي، نخرج سالمين من هذا العراك الدولي الطاحن في الحقيقة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. وفعلا توقيت والزيارة مهمة كمان يا هبة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي. عندنا تداعيات دلوقتي على أفريقيا بدأت تصل كمان لمراحل، الواحد هو بيقرأ النهاردة شوية تقارير كدولية، السودان 60%
تقريبا عجز في الميزان الغذائي الان كله طبعا بيتطلع لشمال افريقيا كلها الحبوب ولعت. يعني اعتقد ان الزياره دي ممكن تمثل طبعا انفراجه شويه, وهي جزء كمان من حاله الزخم السياسي اللي حتى يعني واضح انه لسه مستمر بالاتصال الهاتفي اللي جرى يعني من لحظات او من شويه صغيرين ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد زياره قام بها الرئيس لفرنسا وأجرى فيها لقاءات في قصر الأليزي مع الرئيس الفرنسي. أكيد كل ده بيندرج ضمن حالة التشاور وحالة السعي الحثيث لإيجاد حلول لأزمة الغذاء وأزمة الطاقة والتوتر الحاصل في أوروبا الشرقية اللي لم يعد قاصر على حدود أوروبا الشرقية وإنما هو ممتد يشعر بالعالم كله اقتصاديا ويعني يتلمس تداعياته بشكل كبير. هنروح مع حضراتكم لفاصل دلوقتي ونرجع نكمل باستفاضة في هذا الموضوع في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة بالإضافة لكل ملفاتنا ومتابعتنا النهاردة في 90 دقيقة. خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معكم في 90 دقيقة. امبارح كنا فتحنا مع حضراتكم ملف مهم وموضوع غاية في الخطورة, هو دار الرعاية اللي في الإسكندرية اللي انتشر الفيديو واللي بيتم فيه ضرب واحد من أبنائنا من ذوي الهمم فيها. وامبارح جبنا مع حضراتكم والد الطفل, والدة الطفل, وأيضا كنا مع رامي صاحب صفحة أطفال مفقودة اللي يمكن كان تحرك أو تحريك الموضوع عن طريق طبعا نشر البعض الفيديوهات. ووعد حضراتكم نحن نتابع الموقف على الصعيد الرسمي وكمان على الصعيد الاجتماعي ودور وزارة التضامن إيه بقى في التعامل مع دار الرعاية. النهاردة كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع الفيديو ده واللي تعرض فيه واحد من أطفالنا للضرب الوحشي وسوء المعاملة الكبير من اثنين للأسف من الأخصائيين النفسيين, وده داخل واحد من المراكز الخاصة المفترض أن هي بتقوم بتنمية مهارات الطفل. وقامت وزارة الداخلية مشكورة بضبط مرتكبي الواقع. الوزارة حددت مرتكبي الواقع وهم الاثنين الأخصائيين النفسيين اللي بيعملوا بالمركز وضبطتهم, وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبيتم الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبتولي النيابة العامة اتخاذ التدابير ومباشرة التحقيقات. وأيضا في تحرك عاجل قامت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج بتوجيه دكتورة ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن, وأكدت أنه مكان أو الدار دي أو مركز تنمية المهارات ليس تابع لوزارة التضامن الاجتماعي وأنه حاصل على رخصة مزاولة للمهنة من الغرفة التجارية في فرع تنمية الموارد البشرية, وده بالمخالفة لقانون الطفل. طيب في شوية تفاصيل كمان تانية متعلقة بالواقعة دي وبالتحركات النهاردة اللي قامت بيها الجهات المختلفة. أول حاجة وزارة التضامن الاجتماعي قالت أنه اللي شغالين في المركز أقروا بصحة الواقعة, يعني ما فيش إنكار, هم لحد دلوقتي معترفين إن الواقعة حصلت. اللعب كله حاصل في إيه بقى؟ اللعب كله حاصل في الإقناع اللي تم لولي أمره ولية أمر الطفل إنه الضرب اللي هو تعرض ليه ده كان بسبب إن هو كان بيمر بحالة هياج وإن هم اضطروا يتعاملوا معاه بالطريقة دي. واللي حصل كمان إن كان في اقتطاع من الفيديو أو كان في إقناع لأهل الطفل أو أهل الولد ده ان هو ما تعرضش لسوء معامله وان ده في جزء صغير من الفيديو يعني هو اللي تم اظهارهم او اظهاره لولي امر وليه امر الولد. ده عمل لبس شويه وخلى اهل الولد في البدايه ما يتحركوش بشكل عاجل, لكن فيما بعد لما اتضحت ليهم الصوره الكامله وشافوا الفيديو كامل الحقيقه ان هم يعني زي ما كانت معانا امبارح مدام فاطمه والده الطفل ابراهيم شعرت بصدمة شديدة جدا وأصرت أن هي هتتابع وهتستمر لحد ما تاخد حق الولد ومش هتسكت على القصة دي. اللي احنا عايزين نتكلم فيه كمان النهاردة أولا
الإجراءات اللي حصلة دي إجراءات مهمة وكويسة، لكن لازم نتكلم في يعني آلية عدم تكرار حوادث زي دي مرة تانية. العقوبة لازم تبقى رادعة، لازم تبقى كافية. الشخص اللي يعمل كده في طفل من ذوي الهمم لازم يبقى عبرة لغيره، لازم يكون عليه عقوبة شديدة جدا. ما تخليش حد غيره مجرد يفكر ان هو يأذي طفل او يتصرف تجاهه بالشكل ده. معايا مجدة جلالة، مديرية التضامن الاجتماعي باسكندرية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. الاول الجزئية اللي انا عايزة افهمها من حضرتك، المكان ده، الحضانة دي او مركز الرعاية دي، هل هي عندها رخصة ولا لا، وطبيعة الرخصة اللي هم حاصلين عليها؟ بص يا فندم، احنا اول ما معالي وزيرة طبعا وانا عرفت بالموضوع، معالي وزيرة وجهتنا وقتي ان احنا ننزل على طول للمكان، فنزلت اللجنة علشان نشوف المكان مرخص تبع التضامن او غير التضامن. ففوجئنا ان احنا طبعا لقينا الرخصة المعتمدة من الغرفة التجارية، هي غرفة رخصة مهنية يا فندم تبع الغرفة التجارية. اما بالنسبه يعني رخصه حضانه، صح؟ رخصه ماليه حضرتك بتقولي؟ تجاريه. لا مهنيه. لا مهنيه يا فندم. مهنيه. تبع من الغرفه التجاريه. ايوه يا فندم، تبع الغرفه التجاريه وتنميه موارد بشريه. وده ينفع يعني عادي؟ انا اول مره اسمع عن حاجه زي كده، معلش سامحني. لا في يا فندم الغرفه التجاريه بتدي مزاوله مهنه. اللي هي تبع الغرفه التجاريه ده موجود يا فندم. لكن مين بيشرف عليها بقى بعد اعطاء الغرفه التجاريه يا فندم؟ مش التضامن. التضامن ليه اجراءات ثانيه خالص في الترخيص، وخصوصا في ذوي الاحتياجات الخاصه يعني. طب وده ينفع يستمر يعني؟ اصل انا قرات انه ده مخالف لقانون الطفل، فانا مش يعني هل ده لا بص يا فندم، احنا بالنسبه لنا لنا قانون الطفل بنطبقه داخل الادارات بتاعتنا. يعني انا دلوقتي عندي اداره التاهيل دي المنموط بيها اللي هي الحضانات ذوي الاحتياجات الخاصه، فلازم الناس يبقى عندها الوعي ان هي ترخص منين. يعني هو دلوقتي عايز يعمل حضانه عاديه، يبقى عندي تبع اداره الاسره والطفوله في ترخيص الحضانات العاديه، لان لها اشتراطات ولها كل طفل بيبقى ليه كم متر علشان يقعد فيه. طبعا انت بتتعامل مع فئه محتاجه يعني وعي ومحتاجه علم في التعامل. أيوة معاها، ومحتاجه المكان. أيوة. يبقى مجهز، مش اي مكان. بالظبط يا فندم. فده بيبقى الاشتراطات دي عندنا وفقا لقانون الطفل، وموجود بيها قرارات ومنشورات غير القانون نفسه احنا بنطبقه جوه التضامن الاجتماعي. طب وبيتم الاشراف عليها يا فندم، يعني بيبقى في خطه للوقت سنويه كمان وشهريه او اسبوعيه لكل. طب يا استاذه مجدة، ممتاز الكلام ده، بس معلش تحمليني، كون ان المكان دوت يبقى حاصل على رخصه لكن من جهه مش هي الجهه المفروض بيها تتعامل او المنوط بيها التعامل مع ذوي الهمم، ده يعني نلوم في مين؟ هل هو مثلا ثغره في القانون، ولا الوضع دوت حصل نتيجه لايه؟ ازاي حصل كده؟ لا بص يا فندم، هو دلوقتي احنا في المره الاولى كانت هي فاتحين في الوران، واحنا لقيناها مش مرخصه تبع اي جهه. هم نفس الناس. هي نفس الناس، فبدانا ان احنا ناخد الاجراء القانوني واتقفلت بالفعل يا فندم. طبعا فتحوا مره ثانيه فجابوا الترخيص من الغرفه التجاريه، طالما في جهه اخرى رخصت انا ما اقدرش اتدخل يا فندم. مفهوم. يعني في جهه اخرى، الجهه الاخرى هي اللي تشرف طالما هي اللي رخصت. حتى لو حصل النوعيه دي من التجاوزات دلوقتي، ما انا بقول لحضرتك الجهه المنموط بيها هي اللي هتاخد الاجراء يا فندم دلوقتي، لان الرخصه من عندها. لكن لو هو تبعي انا كتضامن طبعا كان لازم انا اخد الاجراء، لان انا عندي اجراء بدي انذار اول، انذار ثاني، انذار ثالث، بنزل لجنه فوريه. يعني الناس دي تحايلت على القانون، الناس دي حاولت. ايوه فندم، انا عندي بيبقى ليا اجراء سريع. يعني الاجراء بتاعي بيبقى فيه بسرعه، بندي المعالي الوزيره، معالي الوزيره بتدي وقتي قرار ان لا غلق الدار، وبنحاولش القانونيه، وبندي النيابه، النيابه بتعمل وقتي غلق، فبيبقى اجراء وقتي. عرفنا عليك يعني ايه؟ خلال يومين بنكون قافله المكان خالص. عندكم اللي عندكم الصلاحيات تعملوا ده، يعني الموضوع. أيوة دلوقتي مع الغرفه التجاريه. في حاجه ثانيه يا فندم، انا عندي حاجه اسمها الضبطيه القضائيه. القضائيه لها وقتي بتنزل تغلق، عشان كده احنا يعني لنا الاجراء بتاعنا. اللي بيرخص تبعي معايا او تبع تضامن بيبقى ليه اجراءاته. طيب الموضوع دلوقتي مع الغرفه التجاريه، صح كده؟ ايوه يا فندم.
طب كوزارة تضامن، أنا عارفة أنا فهمت الإطار القانوني كده، بس أكيد أنتوا تضررتوا جدا من الفيديو دوت، وأكيد في أكيد، لأن إحنا بنشرف على ذلك وبنبدأ إن إحنا نحاسب الناس اللي عندنا في أي تجاوزات بيتم محاسبته وتحويله شؤون قانونية وتحويله نيابة، يعني الموضوع مش بيمر بسهولة، خصوصا تأكيد معالي الوزير المحافظ وتأكيد معالي الوزيرة على كل إجراء وقتي، هو بيبقى متابع معنا الحاجات زي دي بالتليفون دقيقة بدقيقة، ومعالي الوزيرة نفس الموضوع على مستوى الجمهورية كلها بتبقى حافظة إيه اللي في كل مكان يا فندم. احنا طبعا بنشكركم، انتم من امبارح كنتوا وعدتونا بالتدخل، ونشكركم على المتابعة معانا ودراسة ملف الحالة والتحرك السريع، لكن هل بقى حضراتكم ممكن بقى يعني ايه نكمل دور الجميل حضراتكم قمتوا بيه؟ طبعا الولاد دول ممكن يكونوا تعنفوا نفسيا، فاعتقد وزاره التضامن دايما ليها برامج لاعاده التاهيل النفسي. ايوه فندم، احنا عندنا عندنا دعم نفسي وعندنا اداره حاله وعندنا تدخلات كثيره يعني. طبعا هي الاستاذ لو نساعد الام بس ان هي نمتص الصدمه اللي حصلت للاطفال. ايوه فندم، ايوه فندم، ايوه فندم، هي الفكرة كلها انه طبعا احنا يعني الجهد مشكور، لكن دايما لما بنقول انه الولاد دول بنفكر طب انقاذهم يتم ازاي دلوقتي، انا عارفة انه في جهات مختلفة وانا عارفة يا فندم احنا ممكن الانقاذ يعني ممكن يخشوا حضانات ثانية، يعني ممكن يخشوا دور عندنا او حضانات عندنا مجهزة لذلك يا فندم. وعندكم يعني الاماكن المجهزة ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، يتم نقلهم يا فندم. طيب ده حل، يعني ده حل مناسب دلوقتي ان احنا بنتكلم عن نقل الولاد دول لحد ما نشوف الوضع القانوني للدار دي او المكان ده. أيوة. طيب يبقى ده نتيجة كويسة جدا من وزارة التضامن، نقل الولاد لحد ما يكون في حل وضعهم القانوني مع الجهة المنوط بها دلوقتي التدخل، وفقا لرغبات الأسر. طبعا ما انا عشان كده بقول لحضرتك متواصل مع مدام فاطمه يعني. شكرا يا فندم. شكرا استاذة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وعلى قد ما كانت الحادثه مؤسفه قد ما النهارده النتيجه اللي احنا واصلين لها دي نتيجه ايجابيه جدا. السوشيال ميديا بدات بتسليط الضوء على هذه المشكله وهذه الواقعه اللي كان ممكن تمر مرور الكرام لولا انه في من اهتم، من صور، من نشر، وده يمكن جزء بقى من الدور الايجابي اللي نتمنى تستمر فيه السوشيال ميديا بدل من الادوار السلبيه الكثير وهوس الترند ونشر الشائعات والسلبيات. النهارده لو كانت السوشيال ميديا هتشارك في تغيير المجتمع للافضل فإذا ترفع لها القبعة، وده كمان يعني استكمالا بقى لهذه الفكرة مهم جدا الإعلام يفضل يسلط الضوء على هذه المشكلات بغرض حلها، وبغرض احنا في الآخر يهمنا ايه الولاد اللي تعرضوا لهذه المأساة الإنسانية يتم انتشالهم من المكان ده وحل مشكلة الدار بحيث ان هم ما يقدروش يفتحوا في اي مكان تاني بشكل بكل التحيلات، وانه بشكل عام ده لا يتكرر مرة اخرى. وكمان بنشكر وزارة الداخلية كمان بقى لانها تحركت وضبطتهم، واعتقد ده هيكون درس قاسي للكثيرين. طيب النهاردة نروح برضو معاكم لخبر مهم. النهاردة انتهت المدة اللي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في قبول طلبات الراغبين في التقدم للمسابقة اللي كنا طرحناها لحضراتكم قبل كده وتفاصيلها، اللي هي قبول 30,000 معلم، وده طبعا بعد انتهاء المدة المحددة لتسجيل البيانات وكمان تقديم المستندات المطلوبة للوظيفة كمعلم فصل أو معلم رياض أطفال. كمان المسابقة دي نفكر حضرتك كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان أعلن عن البدء التقديم فيها بدءا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، يعني النهاردة آخر يوم، وده على موقع بوابة الوظائف الحكومية وده تابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. طيب ممكن نعرف أهم وأبرز بقى الأرقام وعملية التقديم وصلت لإيه وصارت إزاي، وبنتابع الملف ده طبعا مع الأستاذ رفعت فياض رئيس قسم التعليم بالأخبار. أهلا بك يا فندم منورنا. انتهت المدة المتاحة، تقييم حضرتك للتجربة وشايفها وصلت لغاية فين؟ هي تجربة جيدة جدا أستاذ حسام، وهي بداية حل مشكلة العجز الشديد لأعضاء هيئة التدريس أو المدرسين على المستوى القومي كله، وخاصة إن إحنا لما لغينا التكليف لخريجي كليات التربية على المستوى القومي
أصبح هناك عجز بيزداد سنويا في المدرسين، خاصة أن اللي بيخرج على المعاش ما بيتمش إحلال مدرسين جدد بدل منه. فبأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا قرر فتح باب التعيين لحوالي 150 ألف مدرس على مدى الثلاث سنين القادمة، لكن بدايتهم هي البداية الأولى للثلاثين ألف معلم، خاصة لأن دول لهم وضع خاص، هم خاص برياض الأطفال والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، اللي هو مدرس فصل لأولى وتانية وتالتة ابتدائي. ونوعية المتقدمين لهذه المسابقة، أولا وصل عددهم دلوقتي عشرات الآلاف من مختلف المحافظات، لكن هيتم فلترتهم على أساس أن من ينطبق عليه الشروط المعلنة، وأن يكون خريج كلية أو كليات رياض الأطفال أو أقسام رياض الأطفال أو كليات التربية بالنسبة خاصة بمراحل السنوات الأولى، ولا بد يكون من أبناء نفس المحافظة اللي هيتعين فيها، مش زي المسابقة الأولى اللي كانت للأسف فشلت، كانت مفتوحة للجميع، فأنا ممكن من أسيوط أتقدم للتعيين في التعيين في محافظة الجيزة وأطلب النقل تاني بعد كده. لا، دي لابد يكون من أبناء المحافظة. بعد الاستقرار على 30,000 اللي ينطبق عليهم الشروط، هتتعمل لهم مقابلات بعد كده. طيب. على أساس للتأكد من مدى قدرتهم على التعامل مع الأطفال ومراحل السنوات الأولى. نمرة 2، إلمامهم بكل مستحدثات ممتاز. العملية التعليمية. نمرة 3، لابد أن يكون السيفي بتاعه الملف بتاعه خالي تماما من أي جرائم تمس الشرف على الإطلاق، لأن ده مدرس بيربي أجيال. ده هيربي أجيال، صح. طب أستاذ رفعت، هنا بالسنوات الأولى، ودي أهم وأكثر مرحلة في التعليم الابتدائي. هيالي بعد ذلك تعيين دفعات أخرى عشان نستكمل العجز اللي موجود على مستوى المدارس، على مستوى الجمهورية كلها في كل التخصصات. ممتاز. أستاذ رفعت، لو حضرتك سمعني، إحنا كمان يهمنا جدا نتعرف على الصوت. مش واضح حضرتك. أنا حاسة أنه حضرتك مش سمعني. أستاذ رفعت، مش عارفة هل الصوت كده أوضح ولا يهمني جدا نتعرف من حضرتك على الأرقام. لحد النهاردة لو في أرقام متوفرة، عدد المتقدمين للمسابقة وعدد من قبلت أوراقهم بشكل مبدئي طبعا قبل الاختبارات. لا، ما فيش قبول أوراق قبل الاختبارات أستاذة هبة. ليه؟ لأن ما ينتهي عملية الحصر، إن كان الكلام ده النهاردة، يعني ممكن يكون العدد وصل مثلا لربع مليون. معلش اسمح لي بس أوضح لحضرتك، يمكن ما قدرتش أوضح سؤالي بشكل كافي. ما أقصدش اللي بينجح في المسابقة، أنا أقصد الأوراق وقبلت بشكل رسمي. يعني عندنا ناس ما عرفتش تقدم مظبوط عشان شروط التقديم، طبيعة الملفات اللي تم رفعها على الإنترنت، صور ولا جي بي جي ولا إيه بالظبط، وفكرة المحافظات. كل من قبل الموقع أوراقه ده هيكون تحت الفحص، ولكن مش هيتم إقرار إن ده يقبل أو لا يقبل إلا بعد الفحص مرة واحدة لكل المتقدمين، والتأكد من إن الشروط تنطبق عليهم ولا لا. طب في رقم للمتقدمين؟ هو حتى الآن لم يعلن الرقم النهائي، لأن لسه الباب مقفول النهاردة، وبالتالي لسه لم يعلن الرقم النهائي. إنما أنا أتوقع شخصيا يزيد العدد عن ربع مليون متقدم. يزيد عن ربع مليون؟ بالضبط. طب ده رقم مهم كمان، لو ربع مليون اتخذ منهم ال 130,000 معلم. لا، اتخذ 30,000. 30,000 معلم بالضبط. نعم. من ربع مليون فرص النجاح كده حضرتك تشوفها ازاي يعني؟ لان البعض من المتقدمين قد يكون من خريج كليات التربيه ولكن ليس من رياض الاطفال، قسم رياض الاطفال وخلافه، ده كله استبعد. اذا كل من سيتم استبعاده هنا ممكن الرقم يوصل في النهايه الى رقم اقل، قد يكون 70,000-80,000 ينطبق عليهم الشروط. فعند المقابلة، بداية المقابلات بقى لاختيار الثلاثين،
فممكن برضو فلترت أعداد، وإن هنلاقي جزء قد يكون غير ملم بمستحدثات العملية التعليمية بشكل جيد، قد يكون في ملف الشخصي ما يشين ويتم استبعاده، قد يكون يعني معلش ما قدمش بيانات صحيحة عن مقر إقامته. يعني هو ادعى أنه موجود في محافظة كذا ولكن هو مقيم في حتة تانية خالص ولا حاجة، فده كله هيتفلتر على أساس يتم الاختيار 30,000 بشكل دقيق، على أساس أن يتم تعيينهم لبدء الاستفادة منهم مع بداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله. طيب نتمنى لهم طبعا التوفيق، وبشكر حضرتك أستاذ رفعت فياض رئيس قسم التعليم بالأخبار. وفقا بقى لمتابعتنا احنا كمان للملف يعني وتجربة احد زملائنا في التقديم او نقل احد التجربة لينا، النهاردة بنتكلم عن اكتر من 400,000 قدموا، لانه حضرتك عارفين لما بنيجي نقدم على الويب سايت بيظهر لك الرقم المتسلسل لكل من تقدم من قبلك، فالحد دلوقتي اللي تقدموا هم اكتر من 400,000 معلم لمسابقة التعليم اللي اعلنت عنها الدولة. ده بعيدا عن قبول الأوراق أو انطباق الشروط أو النجاح في الاختبارات أو كل القصص دي، لكن من تقدم بأوراقه هو عدد يزيد عن 400,000 معلم في هذه المسابقة اللي هيتاخد في النهاية منها 30,000 معلم. نروح محركه بقى لخبر تاني مهم كمان ويهم كثير من المصريين، وهو إعلان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية. اللواء كمان هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة أعلن أيضا أنه سيتم تلقي طلبات الحاصلين على 65% بكلية الشرطة هذا العام من خلال الإنترنت، وسوف أيضا يتم البدء في التقديم لكلية الشرطة هذا العام بدءا من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية العامة، بس ده العام الماضي، ومن 4 أغسطس لغاية نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، ومن 15 أغسطس لغاية 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق. تعالوا نشوف محاضراتكم بتفاصيل أكتر في التقرير القادم. وافق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد. وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي تفاصيل وضوابط القبول ومواعيد التقدم. بدء التقديم للالتحاق الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية للعام السابق 2021، ويبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 18/8/2022 ولمدة 18 يوم. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وطلبة الدور الثاني لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ولمدة 28 يوم. الحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة 32 يوم. لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لجميع المؤهلات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ويتم تقديم تيسيرات وخدمات للمتقدمين للاختبارات في إطار من الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التقديم.
لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في الحالات الآتية: عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية، من يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته، بيتم توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة، التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة، هيكون إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم، إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق، ومنفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق. ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بعدة مزايا، في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراسته توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، كما يحصل الخريج على كافة المزايا الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية المقررة لضباط الشرطة. يخضع المتقدمون لاختبارات محددة، باجتيازها سيتمكنوا من الالتحاق بكليات الشرطة ليحملوا مشعل أمن وأمان هذا الوطن. بعد إعدادهم وتأهيلهم داخل كليات الشرطة على مدار سنوات من الدراسة العلمية والعملية. وسهلا بحضراتكم مرة تانية. عايزة بعد دلوقتي أتكلم في ملف يمكن إحنا في 90 دقيقة بنغطيه بشكل كبير، وطرحنا فيه أكتر من نقطة وأكتر من زاوية ومن فترة طويلة، وإحنا بننبه لأهميته ومن زوايا مختلفة الحقيقة، من حيث المستهلك ومن حيث الصناعة الوطنية. الملف اللي بنتكلم فيه ده هو ملف السيارات. بدأنا بطرح مسألة غلاء الأسعار والأوفر برايس، وبعدين اتكلمنا عن يعني الجهود اللي بتقوم بيها أجهزة الدولة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين والمستهلكين. النهاردة يمكن في بعد آخر لهذا الموضوع، بإطلاق الحكومة لاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات. دي مش جديدة، دي كانت في يونيو الماضي. الهدف منها كان تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. الاستراتيجية دي فيها خطوات مختلفة، زي إصدار تعريفة جمركية جديدة، تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، إلى جانب إنشاء مصانع السيارات الكهربائية ومحطات شحن السيارات بالكهرباء لاستيعاب الزيادة في الطلب عليها. كل ده في إطار مشروع قانون يشمل كل الحوافز لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر. لكن اللي بيحصل دلوقتي هو خطوات إضافية. دكتور محمد معيط وزير المالية قال أنه تم تخصيص 3 مليار جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر ابتداء من العام المالي الجديد، لتشجيع التحول لاستخدام السيارات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء. عشان نفهم مع حضراتكم الصورة أكتر، والمصادر المالية دي هتروح في أنهي أوجه بالضبط، وهل إحنا قادرين النهاردة على تنفيذ هذا الهدف الكبير وهو توطين صناعة السيارات، هيكون معنا خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات. أستاذ خالد أهلا وسهلا. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. أهلا بك أستاذ خالد. يعني الإعلان عن حزمة تقريبا 3 مليار جنيه ضمن حوافز مالية أخرى لتوطين صناعة السيارات في مصر، هل ده ممكن يشكل بداية رؤية مستقبلية حتى لا تتكرر الأزمة اللي احنا عشناها، واللي طبعا بعضها كان بسبب ظروف دولية معقدة وصعبة؟ طبعا بص هقول لحضرتك على حاجه، وطبعا المول اللي بتدور بيها دلوقتي او حواليها العالم كله بخصوص موضوع الحرب الاوكرانيه الروسيه ومشاكل ما ادت اليها،
طبعا اثرت تاثير كبير جدا على العالم كله. كان بالطبع لازم يكون عندنا حلول بديله وحلول سريعه لان احنا يبقى عندنا صناعه وطنيه ويبقى عندنا توطيد للصناعه بتاعتنا، لان احنا بالفعل مشكلتنا في ان احنا بنعتمد على الخارج بشكل كبير جدا في استيراد السيارات. احنا زي ما اعلن معالي رئيس الوزاره بان احنا عندنا سيارات بحدود 4 مليار دولار وممكن تزيد ل 10 مليار 8 مليار في خلال ال 10 سنوات الجايين. فبالتالي كان لابد ان يكون عندنا حلول بديله وان احنا يبقى عندنا توطيد للصناعه ويبقى احنا عندنا تحفيز للمصنعين الموجودين حاليا او المستقبليين، بمعنى ان انا لازم اعمل تحفز او تحفيز للمصانع اللي موجوده عشان تزيد من تصنيعها للمكون المحلي، وان انا اقدر اجذب مستثمرين اخرين لان هم يطوروا في صناعه السيارات في مصر وتعميق الصناعه المحليه بتاعتنا. ممتاز. طب استاذ خالد، كل اللي حضرتك بتتفضل بيه ده كلام جميل جدا وهو كلام منطقي، اي سلعه بيزيد ثمنها او عندنا صعوبه او مشكله في استيرادها، الحل الطبيعي والمنطقي ان انت تبدا تشتغل على تصنيعها داخليا وتوفر كل بقى الفلوس اللي بتحصل في الشحن والاستيراد وكل الكلام ده. لكن هل دي حاجه سهله؟ يعني تصنيع السيارات هل هو عمليه سهله النهارده؟ ايه هي التحديات او الموانع او العوائق عشان يعني نبدا نطرح حلول منطقيه ليها؟ خلينا نعترف ان طبعا ان مفيش حاجه سهله ابدا، كل الامور لابد بتبدا صعبه ولكن كل حاجه بتبقى اسهل لو بدانا نعتمد على ان احنا قادرين على حل المشكله. ايه التحديات؟ اهم التحديات، اهم التحديات طبعا حضرتك اللي بتعوق حاليا دلوقتي ان الشركات الام على مستوى العالم ما بتشتغلش بكامل قوتها، ما بتنتجش مثلا على قد حجم الانتاج اللي ممكن يغطي احتياجاتها هي كسوق عالمي، فبيضطر ان هو الاول يشوف احتياجاته هو وبعد كده يبص على الاسواق الخارجيه، وحتى نظرته للاسواق بتختلف من 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 بلد لبلد ومن حياه لحياه، لان طبعا كل احتياجاته لو انت النهارده كبلد بتستورد منه 1000 عربيه غير مكان ثاني بيستورد منه 10000 عربيه، بيبقى حجم التصدير بتاعه للشركات وللدول العالميه بتختلف حسب حجم الاستيراد وحسب حجم الاستيعاب اللي مطلوب. اول نقطه. ثاني نقطه، انت عارف حضرتك طبعا الكورونا وما اثرت فيه. ثالثا ان هذا العمله وما طبعا تبعها من اسعار واختلافات في تكلفتها. رابعا الشحن، عندنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا حاجه اسمها الشحن، لان الشحن النهارده بقى 3 أو 4 اضعاف الاسعار اللي كانت موجوده عالميا. طبعا كل دي اثرت تاثير توفر المنتج نفسه كمان، يعني كمنتج نفسه مش موجود في الشركات المصنعه بشكل كبير وحجم انتاجه طبعا قل بكتير، وده الدليل على كده ان حضرتك بتلاقي حجم اللي موجود او المعروض حاليا دلوقتي في الاسواق المصريه قل بكتير جدا جدا عن الطلب اللي موجود. فطبعا كل دي تحديات لابد ان احنا لازم نعترف بوجودها ولابد ان احنا نوجد حلول على حلها، وطبعا هو الدليل على كده وان احنا نهتم بالصناعه المحليه وتعميق الصناعه المحليه. جميل جدا. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ خالد سعد امين عام رابطه مصنعي السيارات، شكرا جزيلا. والنهارده الحكومه بتتخذ اجراءات اخرى، وده بعد تصريحات كمان مهمه من 4 أسابيع لوزير طبعا لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن برضو تشجيع المستثمرين، تشجيع المصانع، تشجيع التوكيلات، تيسير العمل، واليه كمان الافراج السريع عن السيارات المحتجزه في الجمارك. هو اصل ده النهارده يا حسام ده الحل الوحيد، يعني الاستراتيجيه الوطنيه لتوطين صناعه السيارات دي الحل الوحيد لمواجهه ازمه الارتباك اللي حاصل في سوق السيارات من فتره، واحنا زي ما قلنا اتكلمنا عنه من زوايا مختلفه. ما فيش حل النهارده غير انك انت تصنع بايديك، وغير انك انت تشوف مستلزمات الانتاج دي توفرها ازاي، وتشجع المستثمرين في هذا السوق ان هم يحطوا فلوس ويبداوا يصنعوا سيارات، والجزء الاخر طبعا التحول للسيارات بالكهرباء، وده مش بس ملائم للتوجهات المناخيه العالميه، لا هو كمان ايضا حل يعني بيوفر موارد ماليه وفي فايده كبيره فيما يتعلق ب يعني الجانب الاقتصادي والجانب البيئي والمناخي. فهي استراتيجيه الحقيقه وطنيه، بنقول في تحديات في تحديات، لكن المهم انه يتم طرح هذه التحديات النهارده ويعني البدء في مناقشتها من قبل الحكومه مع المصنعين بشكل يعني شفاف جدا، ويتم العمل يعني بالتزامن مع بعض. وده ملف الحقيقة يعني اللي احنا بنعرضه قدام حضراتكم ده ملف نشرته صحيفة أخبار اليوم عن توطين صناعة السيارات، بالتحديات بقى، بالفرص، بالمشكلات، بالموانع، بالمقترحات المختلفة، بآراء من خبراء اقتصاد مختلفين بيقولوا قد ايه التصنيع المحلي دوت هيساعد في خفض الأسعار. النهاردة السوق المصرية عندها
تعطش للسيارات، في حاجة لسيارات وسيارات غير متوفرة. لما تصنع محليا تبقى أنت كده حليت جزء كبير من المشكلة، والأسعار تنزل والسلع تبقى متوفرة. النهاردة الناس اللي مش لاقي عربيات هيبقى ده إلى حد كبير جزء من هذه الأزمة. طبعا أول ما تبدأ هذه الاستراتيجية يعني تفعل بشكل كبير، وإعطاء الموارد 3 مليار النهاردة تعتبر خطوة مهمة جدا في هذا الطريق. ملف آخر، النهاردة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعلن عن طرح البيض في منافذها بأسعار أقل من السوق بنحو 30%، بالإضافة أنه هيتم افتتاح منافذ خاصة بالبيض في إطار سعي الوزارة تخفيف العبء عن المواطنين وخفض الأسعار، ويتم كمان ده بطرح كميات مناسبة في منافذ الوزارات المختلفة في بعض الميادين، وده في القاهرة والجيزة والمحافظات، وهيكون في سيارات خاصة أيضا متجولة. لكن الحقيقة السؤال الأهم والأبرز، ليه بيستمر ارتفاع سعر البيض رغم أن احنا قرأنا مرارا وتكرارا أنه مصر محققة فيه يهب اكتفاء ذاتي، ومع ذلك بنشوف برضو ارتفاع في الأسعار؟ فمنين احنا عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا إنتاج كبير وفي نفس الوقت كل شوية نلاقي السعر بيقفز؟ وكمان استثمرنا في الدواجن والأعلاف وكده بقاله فترة بيمشي بنسق كويس، وبرضو قربنا على الاكتفاء الذاتي من الدواجن. هي الفكرة زي ما انت بتقول يا حسام، في حاجة مش مفهومة، في حلقة مفقودة. يعني لما تبقى كرتونة البيض ب 45 جنيه تسليم المزرعة تتحول في الصورة النهائية في السوبر ماركت أو في منافذ البيع ب 65 جنيه، وبعدين توصل 85 جنيه، كل ده في أقل من شهر. السؤال هو ليه الفرق الكبير في الأسعار بالشكل ده؟ احنا مش بنتكلم عن جنيه ولا 2 جنيه ولا 5 جنيه زيادة، بتتكلم عن 30 جنيه زيادة من تسليم المزرعة للسوبر ماركت، ده رقم كبير جدا. ونفس الكلام بيحصل في الدواجن. هو ايه اللي بيحصل في السوق ده؟ يعني لما الدواجن ترخص أسعار البيض تزيد، ايه اللي بيحصل؟ هو ناخد السؤال بقى، ناخد السؤال ده اللي طرحته هبه ده للاستاذ محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن. اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. ليه بيستمر ارتفاع سعر البيض مع العلم ان احنا قرانا مرارا وتكرارا عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي؟ ايوه يا فندم، هو الاول هي كذا موضوع ستكلمت فيه. موضوع الاكتفاء الذاتي، مصر فيها اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض. جميل. بل إن في الوقت الحالي، الوقت اللي حصل فيه مشاكل كبيرة في عمليات الإمداد بالنسبة للجرينز أو الحبوب في العالم كله، ففي بلاد كثيرة جدا فيها نقص، حتى البلاد المنتجة فيها نقص من الدواجن. المنطقة كلها فيها نقص، الأردن، السعودية، الإمارات، حتى تركيا. والبلد الوحيدة اللي فيها اكتفاء ذاتي هي مصر، وعندنا طلبات كثيرة من كل بلاد المنطقة للتصدير، ولكن احنا بنصدرش إلا حاجات هامشية يعني. طيب أما ده شيء. الشيء الثاني هو موضوع الأسعار. الأسعار في العالم كله مش في مصر. ليه بقى؟ لأن الحبوب سعرها تضاعف يمكن مرتين ونص. الذرة اللي كان ب 3000 جنيه وصل الى يمكن 8800 جنيه. بس يعني دلوقتي العلف بتقل اسعاره يا فندم. بتقل فعلا بنسبه بسيطه، ولكن في عده عوامل. عوامل في انتاج الدواجن وانتاج الوقت اللي احنا فيه بتؤثر. يعني كان الفترات اللي فاتت كان موضوع البرد الشديد اللي تعرضت ليه مصر كان أدى لزيادة النافق وزيادة تكلفة التدفية، لأن شفنا برد ما حصلش وكلنا عارفين هذا الكلام الحاصل. أما بالنسبة لموضوع البيض، البيض منتج البيض تعرضوا لخسائر الفترة اللي فاتت، خسائر ما حدش يتحملها. واخد بال حضرتك الموضوع التكلفة. احنا دلوقتي السعر في المزرعة على باب المزرعة ب 60 جنيه. واخد بال حضرتك، احنا اتفقنا مع جهتين اتنين، اتفقنا السعر على باب المزرعه 60 جنيه ب 60 جنيه. طب وعلى بيبقى كام بقى في السوبر ماركت يا استاذ محمود؟ توصل ل 80. احنا ما هي بقى انا بقول لحضرتك، احنا علشان المشكله كل الهجوم على المنتجين، المنتج مالوش ذنب.
المنتج بيكلف الحاجة وبيبيعها، لكن من 60 انها توصل 75 و80 ده مش عادي. فاحنا علشان نعمل هذا الكلام انا اتفقت مع معالي وزير التموين علي بيه مصلحي، الدكتور علي مصلحي، واتفقنا ان كل المنافذ انها هنسلمها البيض وهم هيحطوا عليه 2 3 جنيه ويبيعوا. وبداوا فعلا من يوم الخميس كل منافذ وزاره التموين اللي هي النيل والاهرام والشركه المصريه والكتا كلهم بيعرضوا البيض بالسعر، ونزلنا السعر لان البورصه ريحت شويه. واخد بال حضرتك كل ما البورصه بتنزل بينزل السعر. معالي وزير الزراعه خد قرار امبارح وبات نفذ النهارده فعلا اتنفذ، بيشيلوا البيض من المزارع ب 60 جنيه وبيبيعوه في المنافذ بتاعتهم. بس انا هو ده طبعا كلام ايجابي وانا بشكر حضرتك، بس في نفس الوقت برضو 60 جنيه لسه كتير. انا هقول لحضرتك حاجه، اللي الكرتونه البيض ال 30 بيضه دي 2 كيلو، لما كيلو البيض يبقى ب 30 جنيه. في ايه يا فندم ب 30 جنيه؟ معلش يعني خلينا نناقش الموضوع موضوعي. انا عارف ان السعر غالي على الناس، لكن بكل اسف دي التكلفه. انا ممكن ابعت للاستاذ المعيد بتاع حضرتك دراسه عالميه عاملاها شركه بتحط الاسعار في العالم جلوبال برايس. مصر في سنه 22 احنا رقم 94 من 105 دوله في سعر البيض. سعر البيض دراسه على سعر البيض، يعني في 94 دولة أغلى منا و11 دولة أرخص منا. الدولة التالية لنا هنا هي أوكرانيا اللي الحبوب فيها شبه بنصف ثمن في مصر، هي منتجة للحبوب لأنها بلد مطرية، فهي سعرها زي عندنا. السعر ده موضوع عالمي، زيادة عالمية، المنتجين براء منها ما لهمش ذنب. وانا ادي نصيحه لحضرتك، بما ان احنا المنتجين قدروا يحققوا هذا الاكتفاء الذاتي وان احنا ما بنضطرش نستورد، ما نضغطش على المنتجين، لانه لو خسر واخد بال حضرتك مش هيدخل. لا احنا طبعا هو اللي احنا بنقوله دوت يعني مش دعوه لخساره المنتج، بالعكس احنا دايما بنتكلم على فكره التوازن في التحقيق الفائده للمستهلك والمنتج في نفس الوقت، لانه حضرتك لو خسرت او المنتج لو خسر هيبقى عندنا مشكله في السوق برضو، وده هينعكس على المستهلك في النهايه، فده مش الغرض ابدا. بس احنا دايما بنقول حته التوازن او نفهم هو السعر بيزيد ليه، هل في اسباب منطقيه، هو ده الغرض من السؤال. والله يا فندم انا بقول لحضرتك بامانه وده كلام منطقي، ده اسعار عالميه، زياده عالميه ما حدش له يد فيها منا، ومش في الفراخ بس، في كل حاجه ستك شايفاها كل شيء بيرتفع نتيجه اللي بتاع. طب ما انا هقول لحضرتك نقطه ثانيه، الفراخ بقى التسمين ب 29 جنيه لايف، والتكلفه من 2 يعني اللي بيربي كويس ب 32 جنيه. الناس كلها بتخسر دلوقتي، إذا هو موضوع عرض وطلب وقدرة شرائية. يعني هو موضوع عرض وطلب طبعا، مع عشان كده الواحد بيتساءل، يعني أنا كمواطن عادي أتساءل بعيد عن اللوم بقى، إحنا أنا ما ألاقي حاجة محققة اكتفاء ذاتي معناها إنه في عرض كتير، معناها إن أنا لما أجي أطلب هلاقي حاجة معروضة كتير، فالمنطقي إنه الزيادات لما تزيد ما تبقاش كبيرة، لكن لما بنوصل للزياده فوق ال 30 ولا 40% فالواحد لازم يسال بيفكر منطقيا، يعني هي كلها حاجات تفكيرات منطقيه مش اكتر. عندي مشكله في الصوت. طب يا استاذ محمود لو سمعني، هل ممكن ولا ما فيش امل خالص الكرتونه ترجع ب 45 جنيه؟ ما فيش امل؟ نتمنى في امل طبعا، اذا ربنا سبحانه. في مطلوب حاجتين اثنين علشان الاسعار في العالم ترجع لطبيعتها. رقم واحد خلينا نتكلم ده كلام بقى استراتيجي. رقم واحد الصين تحل مشكله سلاسل الامداد في العالم، لانه كل مراكب العالم وكنترات العالم موجوده في موانيها، لان عندهم مشكله الزيرو كوفيد والكلام ده، فعمليات النقل والشحن أسعارها تضاعفت المراكب إلى 5 أضعاف والكنائس إلى 10 مرات، ده حاجة. الشيء الثاني
ان المحاصيل في العالم تتحسن جودتها انتاجها. الشيء الثالث اسعار البترول تنخفض. ليه؟ لان ارتفاع اسعار البترول بيخلي منتج الايثانول ياخدوا الحبوب الذره بالذات ياخدوه يحولوه ايثانول، فرافع سعر الذره الى ارقام عمرنا ما سمعنا عليها. فهو موضوع عالمي، لو ربنا سبحانه وتعالى هتتحل مشاكل مش الفراخ وبس، كل المشاكل، كل الاسعار العالميه اللي احنا شايفينها عن الزيت وغير الزيت. هو فندم في ايه؟ اي حاجه جاتك عارفه اسعارها بقت كام؟ أيوة. لكن الشيء الجيد والحمد لله ان مصر فيها فراخ وبيض، وانه بنبيع الكيلو البيض ب 30 جنيه، 2 كيلو بيض ب 60 جنيه. هو احنا نأمل على اي حال طبعا عمليه الضخ اللي بتحصل يومين دول ان هي تعمل يعني تخفيف في مساله زياده الاسعار. رئيس اتحاد منتجي الدواجن استاذ محمود العناني، شكرا جزيلا لحضرتك على المشاركه معنا، ونتمنى انه يعني يعود الانخفاض في الاسعار على الاقل لما قبل هذه المعدلات المرتفعه جدا. هنروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل، وبعدين نرجع بقى نتكلم في موضوعنا الاساسي وهو سياسة مصر الخارجية، التزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي إلى مصر، أهم التصريحات، أهم المواقف، أبرز القراءات ورسائل خلال هذا الوضع، وطبعا الأزمة العالمية. خليكم معنا. واحدا من ملائكة الرحمة، حاملا رسالتك الإنسانية، أن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض، فتؤدي أمانتك الطبية، فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل قبرى المعاهد الصحية العسكرية، قلاع المتميزين. تكون الانطلاقة القوية بتقديم أوراق الاعتماد للانضمام إلى المعاهد الصحية للقوات المسلحة. ثلاث قلاع عسكرية تضم العديد من التخصصات الطبية أرقى المستويات العلمية ضمن منظومة تعليمية تلبي كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية المدربة من الذكور والإناث. جديد من الخبرات الفنية وفقاً لأرقى النظم العلمية، مناهج دراسية تضاهي مثيلتها بوزارة التعليم العالي، كوكبة من خيرة الأساتذة المتخصصين بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تناظر أعلى المستويات العالمية، رعاية طبية وسط بيئة مثالية توفر كافة الإجراءات للعملية التعليمية المتميزة، طريق الالتحاق بأرقى منظومة طبية يبدأ من هنا. بادر بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال الأماكن الآتية. بوسعك أن تصبح واحداً من عناصر جيش مصر الأبيض بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. قلاع المتميزين. علم، انضباط، تضحية. أهلا بحضراتكم مرة تانية في 90 دقيقة، والنهاردة قلنا طبعا الملف الرئيسي والحاكم عندنا هو
زيارة مهمة، استقبال القاهرة لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي في توقيت مهم ودقيق يمكن في تاريخ المنطقة والعالم، نظرا طبعا للمتغيرات السياسية اللي حضراتكم عارفينها وبنتكلم فيها بقالنا كتير. الزيارة دي مهمة على عدة أصعدة، مهمة على الصعيد المحلي لعلاقاتنا طبعا التاريخية والممتدة مع روسيا، وضمان طبعا أمن الطاقة والحبوب وغيرها من الملفات الرئيسية اللي البلدين بيتشاركوا فيها سواء ملفات تنموية أو سياسية. أيضا أوروبا والعالم يتابع هذه الزيارة باهتمام، لأنه طبعا في محاولة لتحجيم الدور الروسي واستمرار للعزلة، ومع ذلك طبعا القاهرة دائما معروفة بعلاقاتها المتوازنة، ودلوقتي بنشوف طبعا مع الزيارات المختلفة اللي يمكن تابعنا أبرزها مع حضراتكم الفترة اللي فاتت، انطلاقا من القاهرة كانت محط اهتمام كثير من المسؤولين، وأيضا بعدها كانت زيارات الرئيس السيسي الخارجية. الواحد لما يتابعها بشكل دقيق هيلاقي يعني ايه مفهوم التنوع، يعني ايه مفهوم سيادة ووحدة القرار المصري في ظل المتغيرات الدولية اللي بنشاهدها الآن. نتوقف عند هذه المحطة طبعا مع أستاذنا المخضرم الدكتور طارق فهم، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك يا فندم، منورنا ودائما بنستمتع بلقائك. أهلا بك. يعني هيبقى محرك من النهاردة، وإحنا بنشوف هذه الزيارة في ضوء ترتيب بقالنا فترة بنشوفه نشاط دولي غير مسبوق، حركات في كل تقريبا التحالفات الدولية وما منها مصر أيضا، سواء على المستوى العربي لقاءات مع الجانب الأمريكي الفرنسي الألماني، والآن بنشوف لافروف في القاهرة. شايف إزاي تسلسل؟ يعني زي ما حضرتك أشرت وتكرمت في البداية، هو خط التواصل بدأ بالقاهرة منذ عدة أسابيع باستقبال مجموعة من المسؤولين العرب، بدأت بالرئيس اليمني ومرت بطبيعة الحال بعقد القمة الثلاثية، ثم لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان في القاهرة ووزير خارجية الإمارات، ثم أمير قطر، ثم جولة الرئيس في الخارج. هذا الخط المتسلسل للأحداث. القاهرة قبل أن تذهب إلى السعودية كانت فيه رسالة مهمة، أن القاهرة بترتب الأجواء العربية في لحظة فارقة في النظام الإقليمي العربي، لأنه كما تعلموا حضراتكم لم تنعقد القمة العربية، والأشقاء في الجزائر تم تأجيلها إلى نهايات العام ربما في نوفمبر، ونتمنى أن تنعقد القمة. فكان لابد للدولة الرئيسة في الإقليم والمسؤولة عن كثير من المعطيات الثابتة لنظام الإقليم العربي أن تتحرك، وتتحرك القيادة السياسية المصرية من خلال دبلوماسية رئاسية ودبلوماسية القمة لترتيب هذه الأجواء قبل أن نذهب إلى السعودية. جزء من زيارة وجولة الجولة الخليجية كان لترتيب هذه الأجواء مع دولة مع النطاق العربي أو الخليجي. كان في رسالة قبل أن يأتي الرئيس الأمريكي إلى الخليج أن هناك موقفا عربيا موحدا تجاه القضايا العربية والشرق أوسطية. خليني أفض الاشتباك من بعض الأمور، لأنه في فرق كبير جدا بين ما تم وما أعلن في المصادر الأمريكية والإسرائيلية. في جزء من الرسالة المهمة اللي هي وصلت للإدارة الأمريكية أن الدول العربية لن تعطي شيكا على بياض الإدارة الأمريكية، وإنه هذا العهد وهذا الوقت تجاوزته الدول العربية، سواء كان على مستوى المطالب الأمنية أو الاستراتيجية أو التهديدات الإقليمية أو استهداف دولة معينة. وبالتالي تتالت التصريحات بأنه هذه القمة ليست موجهة ضد أحد، من الإمارات ومن قبلها كان وزيرنا سامح شكري في قمة النقب وقال هذه الرسالة مباشرة، نحن بنحضر وبنرتب للقاءات تعاون إقليمي لكنها ليست موجهة ضد أحد. الأشقاء في الإمارات أيضا قالوا هذا الكلام، والأشقاء في السعودية قالوا بصورة أو بأخرى. الرسالة كانت أن اللقاء الأمريكي العربي هو لقاء للالتقاء في منتصف الطريق حول أولويات معينة. الرئيس الأمريكي جاء بمقاربة محددة، الموضوع مش امدادات غاز ولا أوبك بلس 2 وكل هذه التفاصيل، تأتي في إطار مسعى أمريكي لترتيب المصالح الأمريكية، لكن إحنا كطرف عربي لينا مصالحنا سواء على المستوى كل دولة أو على مستوى النطاق العربي. ولا تنسى يعني حضراتكم أنه كان هناك نوع من حالة الاحتقان العربية مع هذه الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية جاءت في توقيت بالغ الأهمية ووضعت منطقة الشرق الأوسط
في مرتبة تالية. البعض قال إن إحنا هم مركزين على جنوب شرق آسيا، مركزين على مناطق أخرى، النطاقات الأوروبية. اعترف الرئيس الأمريكي في جرأة بالمناسبة إنه أخطأ في إدراك هذا. وطبعا الاستراتيجية الأمريكية المؤقتة اللي أعلنت في مارس 2021 لم تضع الشرق الأوسط ولا منطقة الخليج ولا العالم العربي في رأس الأولاد، وبالتالي هو جاء بهذه المقاربة. إحنا كدول عربية كان من المفترض أن يصاغ موقف عربي قيل في القمم اللي العالم شهدها في كلمات الرؤساء بصورة أو بأخرى، لكن بقيت كلمة مصر وكلمة القيادة السياسية المصرية هي أساسا هي الرسالة اللي كانت مباشرة. تركيز سيادة الرئيس على القضية الفلسطينية وهي قضية مهمة، لأنه بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي سمع كلاما من الرئيس أبو مازن في بيت لحم مختلف تماما عما سمعه من القادة العرب ومن أكبر دولة عربية، أن القضية الفلسطينية هي الأساس، وأنه فكرة حل الدولتين هي المطروحة، وأنه لن يكون هناك استقرار في الإقليم بدون حل هذه القضية. للأمانة كل القادة العرب الذين تحدثوا وراء الرئيس طرحوا القضية الفلسطينية، لكن بقيت كلمة الرئيس السيسي وكلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في هذا السياق في التناغم في إطار التنسيق المصري الأردني المباشر في هذا الإطار. تطرح أيضا النهاردة مع لافروف يعني طبعا يعني هي دي قضية طبعا مهمة وقضية رئيسية، لكن أنا بقول الأجواء كانت الهدف إن في رسالة في هذه القمة العربية الأمريكية. قضية الأمن المائي كمان خصوصية الكلمة المصرية والتركيز على الأمن المائي والموارد المائية كان فيها رسالة واضحة. وفي اللقاء الثنائي اللي ضم سيادة الرئيس والرئيس الأمريكي تم التأكيد فيه على مسألة الأمن المائي لمصر وقضية السد الأثيوبي كأولوية أولى وأولوية مهمة، وأنه على الإدارة الأمريكية أن يكون لها دور. وبالمناسبة في جولة للمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي هيزور مصر وهيزور أثيوبيا وهيزور دولة الإمارات وعدد من الدول في المنطقة. لافروف برضه رايح أثيوبيا فأعتقد ما يتم إثارة. فهو في التحرك العربي الأمريكي ده كان مهم، لكن أنا في تقديري هنفضل شوية هنحسب حسبتنا مع الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية محتاجة طبعا مراجعة لمجمل المواقف طيب. العربية. حسبتنا مع الإدارة الأمريكية دي إزاي بترتبط بحسبتنا مع روسيا، خصوصا وإحنا بنتكلم النهاردة عن اتصال مجمل الأجواء اللي حضرتك شرحتها بزيارة لافروف النهاردة، وأكيد روسيا تستشعر يعني شيء من الخطر، وكان في تصريحات كمان مع زيارة بايدن للمنطقة بأنه يعني تتمنى روسيا انه ما يكونش في اي حاجه ضدها حاجه بشكل او باخر بالمعنى ده. يعني شوفي هو تحليل مضمون حضرتك، تحليل مضمون كلام وزير خارجيه الروسي النهارده حمل كثير من الامور اهمها ان احنا شركاء، وهو لماذا ياتي الى القاهره القضيه مش افريقيا بس او قمه افريقيه او الحديث عن هذه القمه، لان القمه في نهايه العام، انما القاهره هي اكبر دوله عربيه، فبالتالي عين روسيا على مصر باعتبار هي النافذه واللي هي ممكن ان تقوم بهذا الدور. النهارده انا شعرت يعني كمان لو سمحت لي بيركز على فكرة كسر العزلة، يعني معظم التحليلات اللي بقراها بالزبط هو اتجاهه إلى القاهرة، فهم برضو عايزين القاهرة يعني يقولون أنا حسيت النهاردة وزيرنا سامح شكري وهو يتحدث أن روسيا تريد أن تسجل للعالم، بالمناسبة حظيت حظى اللقاء النهاردة باهتمام عالمي كبير جدا لأنه هم شايفين أنه مصر هي أهم دولة في الإقليم، وما روسيا تتحرك تجاه مصر في هذا التوقيت ويلتقي الوزير الخارجية ويلتقي سيادة الرئيس دي رسالة مهمة. طبعا البعض بيرجع ده للمقاربة التاريخية في العلاقة مع روسيا، لكن احنا لا تنسوا ان احنا ادينا لروسيا ما لم نعطيه للولايات المتحدة، صيغة 2+2 اللي هي وزير الدفاع وزير خارجية دي ما اديناهاش برغم العلاقة الأمريكية العرب المصرية الطويلة الممتدة والشراكات العسكرية والاستراتيجية ومناورات النجم الساطع والمعونات والمساعدات، لكن تبقى العلاقة الروسية المصرية علاقة مهمة فيها جزء طبعا ثنائي وفي جزء إقليمي. لكن هو وزير خارجية الروسي أطلق رسائل النهاردة للعالم وليس للأفريقيا أو للدول العربية. أنا في تقديري هو قال كلام مهم أوي، كان يهمه أنه يطلقها من مصر من القاهرة ويأكد على الثوابت. يعني العلاقة الثنائية كما تعلموا علاقة جيدة ومستمرة، مشروع الضبعة حصل تطور مفصلي خلال الأيام الأخيرة في بدايات الجدية صحيح. الجانب الروسي والمصري ففي التقاء في ده الاستثمارات طبعا واعدة في المنطقة الاقتصادية والسياحة، ففي جملة من العلاقات الثنائية مستقرة. إنما هو بيتكلم في الإقليم، اتكلم على دور جامعة العربية، وده مهم جدا إنه بيقول على سوريا إن إحنا هو الروس بيدفعوا بقوة لعودة سوريا للجامعة العربية وتشارك في القمة اللي جاية. بيتكلم على ليبيا حضرتك، بيتكلم على أمن الإقليم، ففي رسائل هو استطاع بمهارة وزير الخارجية الروسي إن يقول، ويتكلم على فكرة إنه الدول إن الولايات المتحدة عايزة تفرض عزلة على روسيا وعايزة تمنع مساعدات فهو بيتكلم بخطاب للعالم
أن روسيا في النهاية دولة كبيرة. وأنا أعتقد أن عين الولايات المتحدة الآن هو ليس إحداث نوع من التوازن. نحن تملي نقول العبارة اللي حضرتك قلتها في الأول أن احنا حريصين على التوازن في نمط العلاقة حتى مع الصين وحتى مع الولايات المتحدة. لكن احنا النهاردة بنية النظام الدولي حضرتك بتتغير، وأرجو أن احنا ننتبه لهذا. بنية النظام الدولي يا جماعة بتتغير، فيها حالة من السيولة، فيها حالة من عدم الاستقرار. لسه من السابق لأوانه أن احنا نقول احنا رايحين لنظام متعدد الأقطاب، لكن احنا بنتكلم في إطار مصالحنا ومصالحنا العليا اللي انت حضرتك بتصيغها بمهارة دلوقتي. يعني السياسة الخارجية المصرية بتتحرك في دوائر مهمة جدا ودوائر جديدة بالنسبة لصانع غير تقليدية ولم تكن موجودة في عهد الرؤساء السابقين لمصر. تكلمي على دائرة الشرق المتوسط، ودي دائرة غاية في الأهمية. بتكلم حاجة على مصالح كبرى، بتكلم على ثروات، بتكلم على مساحات حركة. فبتكلم حضرتك الآن على دوائر جديدة، فكرة الاستدارة شرقا، بتتكلم مع الدول الأسيوية، بتتحرك في نطاقات متعددة. النهاردة حضرتك الناس بتسأل سيادة الرئيس بيروح دول زي صربيا ومن ألمانيا لفرنسا، يعني في إزعاج للقوة الدولية. أنت بتتحرك لهذا المستوى، في جزء منه مخططك القادم ان انت الان بتتحرك في دائره جديده لدائره عدم الانحياز. حضرتك فاكر يوغوسلافيا والاتحاد اليوغوسلافي، بتتحرك في كذا من مصلحه تيتو. حضرتك ان انت النهارده تحيي مثل هذه الامور، تبني دوائر جديده للسياسه الخارجيه المصريه. اعتقد مهم جدا. ده تبعته ايه على المشهد الدولي بشكل عام؟ يعني حضرتك اتكلمت عن السيوله اللي موجوده. اول ما قامت الحرب الروسيه الاوكرانيه بدات الفرضيات او النظريات السياسيه تتكلم عن نظام دولي جديد. لو أضيف لهذا الشكل وهذه العناصر يعني قوة تتحد فيما بعضها لدعم فكرة عدم الانحياز، ده تأثيره إيه على المشهد ككل؟ يعني شوفي حضرتك، في فرق كبير قوي بين إحنا نتمنى إنه شكل النظام الدولي يتغير وبين الواقع. يعني إحنا كلنا نتمنى نظام متعدد الأقطاب، لكن بحسابات القوى الشاملة اللي تبقى الولايات المتحدة على رأس النظام الدولي سنوات طويلة. في مناكفة أمريكية وفي مناكفة من القوى الصاعدة، لكن في اعتماد متبادل بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني. صعب إن حضرتك تفككه النهاردة برغم كل اللي حاصل، لكن في اعتماد متبادل. علاقة اقتصادية وتجارية لا تنفصل. علاقة اقتصادية حضرتك صعب ان انت تفككي هذه الشراكة الامريكية الصينية لسنوات طويلة. ممكن تعملي تصويب لمسار بعض القطاعات، الرسوم والاجراءات الحمائية، دي امور ممكن اي ادارة هتعملها. وهي الخناقة على تحسين الشروط بالزبط. او تحسين العلاقة، لكن بالزبط. مش انهاءها او فصلها. او فصلها او تفككها. ده صعب يعني ولن يحدث بطبيعة الحال. لكن حضرتك تقدري تحجزي مكان ليكي كدولة محورية رئيسية في الاقليم باعتبار حضرتك مصر بتملكي معطيات رئيسة لا يملكها أي طرف في الإقليم مع احترامنا وتقديرنا. أما حضرتك رحت تعملي الاتفاق الأوروبي للغاز، أنت اتحركتي وعملتيه بسرعة ليه؟ يعني النهاردة ليه؟ لأنك عندك إمكانات وقدرات، محطات تسهيل في إيدكو، دمياط سهلة فورا تشتغل. يعني مش لسه هتفكري حضرتك تعملي. تفتقد أوروبا لفكرة الإسالة دي، حتى لو في غاز لكن الإسالة إحنا هنا عنصر قوة كبير. يعني أنا وقفت قدام تصريحات المسؤولين الألمان والفرنسويين وهم بيتكلموا، الرئيس الفرنسي بيقول إن إحنا بنشكر الدولة المصرية والقيادة المصرية على ما قامت به، لأنه الاتفاق تم في وقت عاجل وسريع. الأوروبيين هتقولي لي هل هيعتمدوا على مصر؟ في دول أخرى يعني بيتكلموا، جزائر، وبيتكلموا على قطر، وبيتكلموا على نيجيريا، في أسواق. لكن قدرة حضرتك أن أنت تعملي ده للأوروبيين، وخلي بال حضرتك أوروبا بتنظر لحضرتك على أنك ليك تجربة جيدة في موضوع الهجرة الغير شرعية، في صحيح. مناطق ضبط الحدود، في إجراءات، فبتعملي ثقة. يعني أنا في تقدير الحفاوة اللي استقبل بها الرئيس في ألمانيا وفي فرنسا مهم جدا ان كنت حضرتك تتواصلي مع الجانب الاوروبي، لانه الحركه المصريه حركه تزعج الاطراف الاخرى. انا في تقديري الامريكان لا يتعاملون الا مع الاقوياء. يعني صحيح ان الامريكان ونحن بينا شراكه وتحالف عسكري وتعاون عسكري ومساعدات، لكن لم ننسى سخافات الاداره الامريكيه السابقه واللي سابقه. صحيح. يعني وانت بتكلم على حضرتك يقطعلك ال 130 مليون دولار من ال 300 والاستمرار في السياسه الاخلاقيه، يعني عارفه حضرتك، والتدخلات في الشان الداخلي. احنا تجاوزنا يا جماعة شهادات حسن سير وسلوك من أحد. فبالتالي النهاردة الدولة المصرية دولة قوية وهي بتتكلم، وإلا ما كانش بايدن غير منطقة بالضبط، وهو بيتكلم مع حضرتك من منطق القوة وهو يدرك مع من يتعامل. فبالتالي زي ما قلت لحضرتك أنه ما فيش
هندي لأي قوة شيك على بياض. المرحلة دي تجاوزناها على الأقل كمصر، لكن الأطراف العربية لها مصالحها، وربما نحن نرى في مصالحنا الكبرى لبلادنا الآخرين من حقهم أن يبحثوا عن مصالحهم. إذا كان في تهديد فالتهديد يبقى خاص بهم، لكن إحنا بنعرف التهديدات والتحديات وفق مصالحنا حضرتك فندم، يعني وفق مصالحنا اللي إحنا بنتحرك. يعني زي ما حضرتك ذكرت إحنا بنعوض الغاز الروسي وفي نفس الوقت بنستقبل لافروف في القاهرة، يعني برضو في مش أي حد يقدر يعمل قدرة حضرتك استاذ، في قدرة على المناورة والتكتيك، لأنه للأمانة في تخطيط على أعلى مستوى النهاردة في مصر لحجز مكان في الترتيبات السياسية والعسكرية. سيادتك سمعت على حلف الناتو العربي وحلف الشرق أوسطي وكلام كبير جدا. إحنا في مصر عندنا إمكانيات وقدرات هائلة، وأنت بتتكلم طب ما انا هذكر حضرتك ان احنا البريكس كان قريب من تصريحات ايجابيه البريكس كمان. لا انا عايز اقول حاجه، ان حضرتك من سنوات طرحت فكره القوى العربيه المشتركه وطرحتها مصر وطرحها سياده الرئيس وقتها. لو كنا استمعنا وقتها والدول العربيه النهارده ما كانش هيبقى في فجوه في القضايا او المواقف العربيه او في الملفات مساله الارهاب ياما اتكلمنا عنها وياما ادعينا للمكافحه. فقدره حضرتك الاستباقيه وانت بتقرا المشهد دي بترجع لمهاره الدوله المصريه ومؤسساتها واجهزتها. انا اعتقد ده مهم جدا، لانه العالم سيشهد حاله من الترتيبات الامنيه والاستراتيجيه، مصر جزء رئيسي فيها، ولن يمر أي اتفاق أو مشروع أو أي ترتيبات سياسية حضرتك أو استراتيجية أو أمنية بدون موافقة مصر. يعني الحديث عن أن تبقى في ترتيبات أمنية تشمل دول عربية وتشمل إسرائيل وتشمل كذا، هذه الأمور من التسعينات كانت بتتكرر. النهاردة الدولة المحورية الرئيسة في الإقليم هي مصر، لن يمر أي اتفاق أو أي مشروع بدون موافقة مصر. النهاردة حضرتك عندك أوراق كبيرة تقدر تستخدمها وتوظفها، حضرتك استخدمت ورقة الغاز. الغاز ده ورقة مهمة بالنسبة للأوروبيين طبعا. لكن أنت ما أنت رتبت الأجواء، عملت رسمت حدودك مع قبرص، رسمت حدودك مع اليونان، عملت إجراءات كتيرة جدا. هذه الإجراءات البعض بينظر إليها أنها بالفعل أزعجت القوى الإقليمية والدولية. النهاردة روسيا اللي بيحاول يزعجك أنت برضو بتزعجه بشكل آخر، يعني لأنه بطبيعة الحال يعني إشارة أستاذة هبة الموضوع، إشارة الموضوع الأمن المائي لمصر، أنه من مصلحة الأطراف الأخرى أن تتدخل، لأنه هذه الموضوعات ستسبب إرباك للمشهد الإقليمي، عدم استقرار في المشهد كله. لكن في النهاية لن يجور أحد على حق مصر، هذا أمر يعني بعيد عن أي خطوط حمراء أو كل ألوان الطيف، لن يجور على في جزء منه الإدارة الأمريكية، الإدارة السابقة وهذه الإدارة، في جزء منها أنا في تقديري سوء تقدير للمواقف، لأنه الرئيس الأمريكي كان من الجرأة يا جماعة أنه يعترف أن الإدارة الأمريكية أخطأت، وأنه أخطأ مستشاري في هذا، أنه عدم قراءة وفهم أنه الشرق الأوسط ده منطقة حضرتك حيوية وأعاد ترتيب الأولويات بالزيارة، ده شيء كان واضح طبعا. لقوا كمان غيرهم بيحاول يملى الفراغ فقال لك لا ده احنا هنروح، وهو اعترف أنه موضوع الصين وروسيا مزعج للإدارة الأمريكية، مزعج على كل المستويات، لأنه في النهاية إعادة توزيع دوائر النفوذ لن يتم حضرتك بالصورة التقليدية. النهاردة أنت بتحجزي كدولة محورية في الإقليم لأي ترتيبات سياسية وإقليمية. قدرة ومهارة صنع القرار في مصر أنه بيقرأ وبيستشرف كل هذه الإجراءات، فبالتالي عين حضرتك على ما هو قادر. صحيح، وكسر الحصرية في العلاقات، يعني ما بقاش خلاص ممكن نقول إنه إحنا مع الأمريكان أو إحنا مع الروس أو إحنا مع كذا، أو ارتباط علاقاتنا مع مصالح مصالح حضرتك العليا دلوقتي، مع مصالح صحيح. الدولة المصرية وإمكانياتها وقدرتها وحساباتها القوى الشاملة. وده خير كلام نختم بيه مع حضرتك. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، دايما منورنا بنتشرف بيك دائما. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا لحضرتك فندم. بشكرك هبه. شكرا ليك يا حسام. ختم حلقتنا النهارده فعلا، ويعني بالملف ده قرانا مع حضراتكم سياسه مصر الخارجيه، الاختلافات اللي حاصله في المشهد الدولي، حجز مصر لمكان على يعني قائمه الترتيبات الدوليه، والاهميه السياسيه والثقل السياسي في هذه الايام وفي الظروف المحيطه بالعالم كله. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبكره حلقه جديده من 90 دقيقه دايما في نفس الميعاد.